برج القوس وشهر ستة عندك قرارات كتير مهمة وبدك تعمل ديتوكس، بدك تنتبه لحالك يعني لأكلك لصحتك إذا بتدخن تشرب whatever، انتبه لكل هالقصص. رقم خمسة طلالك كمان لازم تبلش تجرب الروحانيات، زعلان على الماضي كمان لازم تعمل ديتوكس وتهتم بحالك هالفترة كتير. مثل ما قلت لك التأمل كتير مفيد لإلك. رقم تسعة طلالك مرتين، يعني إن شاء الله حتحقق شيء كتير مهم أنت لطالما سعيد لتحققه. في شيء كمان كان عم يتأجل وهلأ واصل لعندك، وكمان عندك شيء خاصه بالارض، يعني يا عم تعمر يا عم تزرع او جاهز لشراء ارض، في شيء ارض وانت جاهز لهالاكتيفيتي. ان شاء الله طالع السلم وقاعد قاعده حلوه هذا الشهر، حتكون ستيبل ان شاء الله. انتبه عاطفيا، في شويه اشارات ما بتطمن، في اوهام وفي لازم يصير اعتذارات. وشايف كثير من مواليد برج القوس كمان عم يخطبوا، ويمكن انتم ترجعوا تعتذروا وتخطبوا. في طاقة تحكم وفي طرف ثالث عم يتدخل، انتبه، امني بحالي.